تتواصل انطلاقات اشواط صباح هذا اليوم مستمره عبر شاشه دبي ريسنج. انطلاقه اللقايا في هذه التحديات الجميله والانطلاقه الرائعه وهي الفيل الخاصه بالجعدان في شوطنا العاشر الذي تنطلق فيه، وتاتي هذه النجوميه تحضر هذا المهرجان الرمضاني الجميل الذي ينطلق لليوم الثالث على التوالي. انطلق الشوط وانطلقت كذلك الامال مع المشاركين في الثلاثة كيلومترات، يسيطر على الجعدان بعد الانطلاقة ويتقدمهن هذا هو يسيطر اللي هو شاهين. شاهين مشاهدي العزاء مطر بن غدير بن محمد المزروعي على مقدمة هذا الشوط، بينما يلي في المركز الثاني ياتي راهي في المركز الثاني محمد بن غانم بن حتروش المنصوري على المركز الثاني، بينما المركز الثالث من الجانب الآخر ياتي مبعد لراشد بن عبيد بالهلي الهاجري على المركز الثالث. المركز الرابع رابع المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام. هناك تواصل في هذه اللحظة مشاهدين الأعزاء مهاوش لرامس بن محمد بالضبيب العامري على المركز الخامس، بينما المركز السادس أشوف هناك سادس المراكز نعود إلى المركز السادس والمركز السادس مجهول. المركز السابع في هذه اللحظات يأتي في سابع المراكز وينطلق بقوة شاهين عجيل بن مطر بالضحاك الشامسي، وهناك المركز الثامن من الجانب الآخر. المركز الثامن ثامن المراكز يأتينا مشاهدي الأعزاء الظبي محمد بن عبد الله المذيوبي هناك ينطلق في هذه اللحظات إلى المركز الثامن. والمركز التاسع في هذه اللحظة ياتي في المركز التاسع اللي هو حشيم خلفان بن مصبح بن جرش الغفلي، والمركز العاشر من الجانب الآخر هناك فريد تعود ملكيته لمحمد بن جميل الوهيبي. هذه العشر المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام مع هذا الاندفاع والانطلاق الجميل. نعود إلى مقدمة الشوط. هكذا نعود إلى مقدمة الشوط اللي غير بالمركز الأول وانطلق إلى مقدمة الشوط وقاد المشاركين المجهول، سيطر على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، مسيطر سيطرة كاملة وسيطرة فعالة على مقدمة الشوط، بينما ياتي في المركز الثاني. المركز الثاني هناك غير وانطلق إلى المركز الثاني مشاهدينا فريد محمد بن يميل الوهيبي على المركز الثاني أما المركز الثالث بدأ يتحرك شاهين عجيل بن مطر بالضحاك الشامسي على المركز الثالث. ثلاثية المقدمة مشاهدينا متابعينا الكرام مسيطر سيطرة كاملة، ولكن ينخطف المركز الأول. يا سلام، ينخطف المركز الأول ويسيطر على المقدمة. هناك محمد بن يميل الوهيبي مع فريد اللي مسيطر، فريد في نوعه، فريد في أداه، فريد في شكله الجميل، بينما المركز الثاني شاهين عجيل بن مطر الضحاك الشامسي على المركز الثاني. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، راح هناك راح بن جميل راح وجمل هذا الشوط، تيمل في هذا الشوط بالشعار بالأداء الجميل، ولكن شوف القادم نشوان محمد بن خليفة المهيري مشاهدينا الأعزاء. يا سلام يا سلام يا سلام، هناك خير إلى المقدم نشوان محمد بن خليفة بالهول المهيري. الله يا سلام يا بن قحيد على هذا الفوز، يا سلام، تهانينا على فوز نشوان محمد بن قحيد المهيري على هذا الفوز وناموس المركز الثاني لمحمد بن يميل الوهيبي. أما المركز الثالث لا أحمد بن سعيد بن منانة، والمركز الرابع
المركز الرابع لحظات وصول سلهود لحمد بن سالم بن سليم العامري، والمركز الخامس لمحمد بن عبد الله بن شفيع بعد المعلومة في هذه اللحظات. هذه الخمسة المراكز الأولى مشاهدينا الأعزاء في حال وصولها إلى خط النهاية والعودة إلى مقدمة الشوط والتوقيت الزمني في هذا المسار. 4 دقائق و58 ثانية، 5 أجزاء من الثانية توقيت نشوان. تهانينا محمد بن خليفة بن قحيد المهيري على هذا الفوز، بينما وصل فريد في المركز الثاني في 4 دقائق 49 ثانية أو 59 في 4 دقائق 59 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا محمد بن يميل الوهيبي المركز الثالث. المركز الثالث وصل فيه معدي تعود